تشرب عصير توت ولا عصير ثوم؟ والله لا تبرك برشومي ما يطلع، مسوينها قبلك. ها؟ قام تجهز بس عشان بنروح دولية العائلة. لازم اروح يبا. عجيب والله. ايه لازم. عامر قبل ما تروح الدورية خلني احط لك شوية ميك اب اغطي لك الحمار. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا ابو عامر؟ حياك الله اكثر. ما شاء الله، هذا ولدك سليمان؟ لا، هذا ولدي عامر. اذكر بعمر ولدي يا حليله، احس به سليمان الصغير. اثر عامر؟ نعم هذا عامر. ما شاء الله ما شاء الله. الحين يبا هماك تقول الموضوع وراثه، هذول جماعتنا ما شاء الله كلهم طلعت لهم شنب، حتى ذا البزر طلع له شنب. ما هم شغلك؟ سم أخبارك يا عامر؟ الحمد لله بخير. لا الحين ما طلع شنبك. مو بشغلك. سيري كيف أطلع الشنب؟ والله لو تحت ببرشومي ما يطلع. سيري فمان الله دزيها بس. ألو هلا أختي، زيتكم أصلي أكيد يطلع الشنب. طيب توصلون؟ تفضل طلبيتك. مشكور. عامر يا عامر، عامر فزعتك يا عامر. سلامات وش فيك؟ قطوة خشت داخل السيارة وأنا خاف من القطاوة يا عامر. تكفى الله يرحم والديك، طلعها تكفى. أما عاد تخاف من القطوة، الحين شنب ومسوي زحمة وبالأخير تخاف من قطوة؟ طلعها الله يرحم والديك، ما نبفضيلك يا عامر، وراي مشوار، تكفى طلعها. أنا اللي ما نبفضيلك، خل خويك الشنب الثاني هو اللي يطلعها. مع السلامة. يرحم أمك اطلع، شد حيلك يا أخي شوي واطلع. ليش حطيته بوجهي كله؟